اللي كنت جدا متحمسة انه ازورها هو هذا البرج اللي وراي اسمه برج الفلات. طبعا الاسم هذا صار على اساس قصة حقيقية جدا مؤثرة. يقولون انه بالزمانات كان اكو سلطان جدا يحب بنته، وبليلة عيد ولادها ال 18 حلم بانه اكو افعى لضغتها وماتت. فاول ما صحى من النوم قرر انه يبعد بنته عن اليابسة، فشنو سوى؟ سد جزء من المضيق الفسفور وبنى بوسطه هذا البرج على اساس انه حتى يحمي بنته. بعدها للاسف بنته تلقت هديه عباره عن سله من الفواكه مليانه فواكه، وطلعت لها من داخلها افعى ولدغتها وماتت. فكانت العبره من هاي القصه انه الموت قضاء وقدر، ما تقدر تبعده وتصده عنك مهما كان.